سلام، اليوم بغيت نوريكم الوصفة ديال الحلوة اللي بارتاجيت على انستغرام صوفيا كويزين. الا مازال ما كنتوش متابعيني راه غنخليكم رابط في الديسكريبشن بوكس. عندي هنا 3 د البيض ديال البيض و3 صفر ديال البيض، زدت عليه 75 غرام ديال سنيدة على البيض ديال البيض، وغادي نزيد 3 د المعالق الكبار ديال الماء باش تعرفوني حادقة باش نوجد 3 د المعالق كبار ديال الماء قبل عاد انايا غنوجدهم. جايني اليوم الضياف و ما بقاتش لي الوقت بزاف على داكشي بزربه بزربه، وبغيت نسجل لكم ندير لكم فيديو ديال الوصفه لان عجبتكم على انستغرام بزاف، وقلت ضروري نبارطاجيها معكم حتى في اليوتيوب باش تشوفوا غير الطريقه حتى هي كيفاش تتصايب. غنضربها دابا بالضراب، ما غتكونش هذاك لاناج اللي تيكون قاسح لان مع الماء ما تقسحش بزاف، وغنزيد عليها صفر ديال البيض وحده بوحده يعني بشويه بشويه، ونبقى نخلط حتى يتخلط لي صفر كامل مع البيض. هاد الطريقه اللي درتوها تتخلي الا قطعتوا الا شفتوا الكاطو من بعد غتبان لكم واحد طبق بحال على 3 طبقات، تبقى الاولى تتكون بحال فيها النفس، تبقى الوسطانيه تتكون بحال يعني كحله عقده، ولتحت ان كاع لتحت تكون ثاني باهته على الوسط. يعني الا رديتو لها البال دابا انا غنديرها رقيقه، الا درتوها غليظه غتبان لكم انها مفرق اللون. ها انتم دابا ضربتو مزيان حتى ولا فيه النفس الهواء، ماشي النفس الهواء بزاف. عندي 50 غرام ديال الطحين ابيض غنغربلو، وغنزيد ليه هذه المايزينا اللي شتو البنات اللي مازال ما عارفينش المايزينا هنا في المانيا شنو سميتها شبايزشتاكر، تلقاوها في اي بلاصه اللي مشيتو لها تلقاو شبايزشتاكر. عندي هنايا حتى هي 50 غرام ديال المايزينا، حتى هي غنغربلها غربلها مع الطحين، ونخلط كاع داكشي اللي ناشف يعني طحين مايزينا، شوفوا الضفر شوفوا مايزينا، معلقه كبيره ديال الكاكاو، وواحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غنخلط كلشي هادشي هو الاول مع بعضياتو، عاد نزيدو على البيض حتى حاجه ما تضيعش. انا تنضيع فوق البوطاجي وتنبقى نقلب في الزلاف واش باقي فيها شي حاجه. المهم غندير دابا معلقه صغيره ديال البيكنج باودر خميره ديال الحلوه، وغنغرب لها ضروري حتى هي باش ما يكونوش هذوك الكويرات صغار دوك القرنينات الصغار في الكاطو من بعد. ودابا 20 غرام وصفه فيها 20 غرام ديال الكاكاو. انا ما تعتينيش الميزان ديالي، ما تعتينيش داك العبار ديال 20 غرام ولا 25 غرام، ما عنديش هذاك ديال الباتري، ديما تنشريه وتسالي لي الباتري وما تنعاودش نشريها ثاني تيبقى تما بالباتري ديالو مساليه. المهم نرجعوا للموضوع ديال الحلوه. درت معلقه كبيره ديال الكاكاو، الا ما بغيتوش ديروها بالكاكاو زيدوا معلقه كبيره ديال الطحين وخلوها بيضه يعني تكون بنكهه اخرى، يعني ماشي ضروري ديروها بالكاكاو. غنخلط دابا كلشي مزيان مع بعضياته ونغربلو عاوتاني في الخليط ديال البيض. هذيك الوقيته فاش نغربلو في البيض ديال البيض ولا انتما يراشتي، دابا كنت غنتلف كنا نديرو كامل اللوحو دابا بحال هكا وانا نفكر الصفايه. اش كنبغيت نقول لكم اخر من بعد ما ندير نزيد الطحين ما غنضربش من دابا الضراب ديال الضو، غندير غير بواحد المعلقه كبيره وغنخليه بشويه نخلطو بشويه بشويه باش ما تمشيش ليا ديك النفس اللي ضربت ولا هذاك الهواء اللي ضربت في البيض باش ما يمشيش ليا. الا درتو ثاني الضراب والطحين تتعقد الخليط شويه، داك الشيء علاش نخلطوه غير بشويه بحال هكا. ونحاول الا كانت بانت لكم هذيك بحال شي دقيق مازال ما ولا مايزينا ما تفرتتش لكم يعني ما دابتش مزيان مع البيض، يعني حاولوا بحال هكا ديما تردوا البال انها تكون تخلطت لكم مزيان مع الخليط ديال البيض. غنستمر على طريقه بحال هكا بشويه بشويه حتى يتخلط لي كلشي مزيان مع بعضياتو، ينسجموا مع بعضياتهم المقادير المقادير يتساجموا مع بعضياتهم،
وعاد نوجد لاطه ديال الفرن ولا طاوه ديال الفرن على كل منطقه في المغرب كيفاش تتقولوا لها. كاين حنا مثلا في السوس تنقولوا لاطه، وكاين مثلا بنات كازا سمعتهم تيقولوا طاوه، طاوه ديال الفرن. حنا الطاوه تنقولوا لها الطاوه هي الكسرونه اللي تنطيبوا فوق، تنطيبوا عليها الجميله مثلا. ها انتما وجدت هذاك البابي ديال الفرن، غندير فوق منه الخليط. يعني تجي العجينه رقيق، الحلوه رقيقه، يعني ما ديروش بالكم تقولوا زعما لا طاوه كبيره بزاف، هي خاصها تجي رقيقه باش نديرو الطبقات. يعني ما تكونش مع الخميره غتطلع شويه، ولكن ما تكونش غليظه. دخلتها دابا الفران من فوق لتحت 180 درجه لمده 10 دقائق. في هذه الوقيته غنوجد لا كريم شانتي، ولا كاينه واحد السميه اخرى ما عرفتش، هاد كريم ليكيد. اه كاين اللي تيقول لها كريم ليكيد ولا تيقول لها كريم شونتي. هذه ما فيهاش سكر البنات، في المغرب انا عارفه كاينه كريم ليكيد ولا كريم شونتي فيها سكر. عاوتاني هاد الدانون اللي شفتو هذا شماند، شماند كاين غير في المانيا، موني ما عرفتش واش كاين. قلبت عليها واحد مره في اليوتيوب، كاتبين يمكن كريم فريش اي باسي شي حاجه بحال هكا. نتوما ما تستعملوش الا ما عندكمش هذا، ديروا غير دانون مسوس، فيه 150 غرام دانون مسوس عادي ناتور، غديروه في بلاصه هاد الشمانط. يعني ماشي ضروري انكم تقلبوا عليه دابا، ولا تشريو مثلا هذيك كريم اي باسي ولا سميتها بالفرنسي. ماشي ضروري تشريوها، يعني دانون مسوس ولا يا دانون ناتور ولا ياورت ناتور، باش ما نديروش اشهار. ياورت ناتور ناتور بارك عليكم. غنزيد 3 طاشيه ديال الفاني، سكر ديال الفاني. تقدروا ديروا سنيده عاديه الا ما عندكمش السكر ديال الفاني، هو يعطي نكهه زوينه. ديروا معلقه كبيره ديال سنيده ديال السكر، ماشي ضروري انكم ديروا 3 طناشي ديال سكر الفاني. عاوتاني حاجه اخرى اللي غندير هو هاد زناباط. زناباط واحد الغبره تخلي لا كريم تقساح، يعني تجمد. هي ماشي ضروريه ولكن تستفدوا منها. يعني خلاص الا مثلا بديروا كاب كيكس ولا ديروا بحال هاد الكاطو تجي مزيانه. انا قويت، انا درت 2 معالق، ما ديروش البنات 2 معالق صغار، ديروا غير معلقه صغيره، لان هاد الغبره ديال الباراديس كريم ديال الكراميل تتخلط مع نورمالمون تتخلط مع الحليب. حنا انا تنستعملها بحال هكا، كنحل الغبره ونخلطها مع كريم شونتي والشمات ولا ياورت مسوس، وتخليه هي حتى هي تجمد. على داكشي انا جاتني لا كريم شويه قاصحه مزيانه، خدمتها مزيان، ولكن الا درتو غير معلقه ديال زناباط ولا الا ما كانش كاع عندكم حيدوه، ما ديروش، ديروا غير هاد الخنيشات ديال الغبره. في المغرب البنات والله قلبت عليها انايا في المحل، يعني في مغازا سوبر مارشي، وما عرفتش واش كاين شي حاجه تقريبا، لان ما لقيتش صراحه بحالها. غنوجد باماري باش ندوب دابا الشوكولات اللي غنديرو فوق من الكاطو كامل. عندي هنا 200 غرام ديال الشوكولا نوار، انا تنفضل شوكولا نوار على شوكولا ديال الحليب ولا الشوكولا لي، لان المذاق ديالها انا تعجبني شخصيا احسن. نتوما تقدروا تختلفوا في اختيار وديروا شي حاجه اخرى. غادي نزيد البنات واحد المعلقه كبيره ديال بالمين فات. بالمين فات هي الدهون النباتيه، وفيها ولا الدهون الكوك، يعني فيها حتى زيت الكوك كوكوس فات، يعني الدهون الكوك فيها حتى هي. هذه غزاله البنات، تتخلي الشوكولات تذوبوها مع الشوكولات. درت معلقه كبيره مع هاد 200 غرام ديال الشوكولا نوار، تتخلي الشوكولات يجمد ولكن ما يقساحش. يعني واخا ديروا هيك كيكه عاديه، واخا تسقيوها بكامل بالشوكولات، يعني ديروا فوق منها كل شوكولات وتقطعوها بالموس، الشوكولات ما تيقسحش لهذيك الدرجه انه يتهرس لكم. كاين شي مره تنديروا شي حلوه وتديري فوق منها شوكولات باش تقسميها، كلشي شوكولاتي تقسم حتى هو بوحدو. المهم فهمتوني ان شاء الله. الا ما فهمتوني شي حاجه قلتها ولا شرحتها ماشي هي هذيك، كتبوها لي في الكومونتير باش نعرف ونجاوبكم ان شاء الله. الكاطو هاني خرجته في الفران، شفتوه كي جا رقيق. عندي هذا المول ديال الكاطو غنعشد عليه العبار باش يجيني مقاد
وغادي نقطع بالموس الطريفات اللي جايين هكا عايبين في الجنب، ولكن ما غنلوحهمش، هادو غزالي تقطعوهم تفرتوهم ديروهم في واحد الكاس، زيدوا شويه لا كريم فوق منهم وديروهم بحال شي تيراميسو في الكاس، روعه يعني حتى حاجه ما تلاحش. سمحوا لي. المهم هانتوما وسهله، هانتوما شحال مره نحركها ونقلبها ما تقطعش ليكم، يعني ما عندكم ما تهرش ليكم، ما عندكمش صعوبه تخدموا بها، سهل التخديم ديالها، وتقدروا ديروا حتى الحلويات دايرين، يعني تقطعوا هزوا كاس وديروا دائره دائرات وديروا هكا حليوات دايرين، ولا بيت بحال بيتي تفوغ هكا مصايبين، تيجي حتى هي فكره غزاله ومنظر زوين. انا غنقسمها دابا من النص باش تجيني مقاده، غنستعمل هذا ونقطعها ثاني بالموس هاد المول، ونقطعها باش يكون عندي جوج طروفه، لان غندير طرف واحد ندير فوق منه لا كريم، غنوريها لكم دابا. ها انتما الطرف الاول درت فيه لا كريم، غطيتها بلا كريم اخرى بال الكاطو، الطرف ديال الكاطو الاخر درته من الفوق، وغندير عاوتاني لا كريم لان الشوكولا غيجي فوق من لا كريم. ها انتما هانتوما شتوها كيفاش جاتني قاصحه، جاتني شويه بحال هذيك لا كريم ديال دو بوغ بحال هكا جاتني، يعني الا نقصتو من هذيك زناباط ولا كاع ما درتوهاش يعني ما ماشي مشكل، غتجيكم مزيانه وغتجيكم سهله. انا دابا يلاه خرجتها من الثلاجه بقى جامده، من بعد فاش سخنت شويه خلاتني نخدمها مزيان، يعني ما قيش صعوبات، كنت نخرج كاع ما نديرها في الثلاجه صراحه تجيني مزيانه. المهم ولكن غزاله بالمذاق ديال الكراميل، تقدروا ديروها ماشي ضروري ديروا كراميل، تقدروا ديروا هاد البودري ما عندكمش ماشي ضروري ديروه، ديروا مع الخوخ مقطع ولا شي فريز مقطع، الكيوي مقطع، تجيكم غزاله هكا بالفروي فروي وتجي بنينه، يعني ماشي ضروري ديروا شوكولا ولا كراميل. حنا دابا درت هاد الاختيار، ولكن راه عندكم امكانيات كيفاش تختاروهم. ها هو الشوكولا داب، غنغطيها كامله بالشوكولا، هنا راه الضياف جاو بعدا. كلشي بالزربه الزربه، حتى الكاميرا ما حطيتهاش مزيان. ها هو يا البنات قطعتها هكا طريفه صغار على شكل، ما بقاتش ليا الوقت باش نديكوريها. نتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوني على القناه ولا تنساو تشاركوني على يوتيوب وعلى سوفيا كوزين على انستغرام. خليتكم على خير.